منتابع نحن وياكم هالحلقة الاستثنائية، منتابع مع الضحكة مع دموع الفرح ومع تحقيق الأحلام. شو صار مع جورجينا؟ شو قدمت لها الاي تي ام؟ وشو يلي رجع لها الأمل على حياتها من بعد ما خسرت أختها؟ ليش تجمعت كل الناس بالسيتي سنتر بيروت؟ شو الأحلام التانية يلي تحققت؟ رح نتابع سوا نحن وياكم. جورجينا، نعرف عندك هواية المسرح والمغنى، مش هيك؟ وانت من مواليد 20 كانون الأول، صحيح؟ قدي صاروا؟ 14. عينيتي من تجربة صعبة نتيجة فقدانك أختك، وبقي لك خيك الله يخليلك إياه عمره 4 سنين تقريباً جوي. بدي أطلب منك اعملي معروف، افتحي الباب اليمين دغري هلأ هلأ هلأ. جورجينا زكريا بتحب كثير الكلاب وبتحب يكون عندها كلب صغير. شو بدك تسميها؟ بنت. ايه. بما انه ما حدا احتفل بعيد ميلادك من قبل، نحن وبكره عيد ميلادي ب 20 الشهر، فبدنا اياك تعدي بصوت عالي كثير. واحد. واحد. اعلى. اثنين. ماري روز عيد، بونجور، كيفك؟ ماري روز. قربي شوي لأنه حتى اسمعك أوضح. أنت جاي من المتين. العصفورة خبرتني. جاية لوحدي؟ لا، مع كلودين. كلودين معي. كلودين جارتك؟ ماري روز عيد، أنت من 14 سنة عم تشتغلي مصففة شعر بالمتين، وعم بيخبروني انه كثير بحبوك بضيعتك فوق، كل الضيعه بتحبك. قد ايه عم تاخذي على كل تصفيفه شعر؟ 7000 براشي. واذا بدي اعمل صبغه؟ كمان العصفوره خبرتنا انه انت عم تحلمي بعريس مثل كل طبيعي. لا يعني انه حكي بتحلمي، وانه في جهاز مثلا بتحلمي انه تطبي كعريس. كل مرة بتجمع مصاري لتشتري جهاز بيصير معك شيء مثلا بيروكي بالموبايل. غيرتي للموبايل اللي عم بيروكي معي؟ بدي منك شغلة، افتحي الباب اللي على يمينك. بدي اسمع صفيرة يعني يهز المول كله فيه. لا لا مش كافي، بعد اعلى شوي. يمكن سمعي ضعيف، بعد اعلى شوي.
مبروك ماري روز عيد. جهاز كامل. ماري روز بعد بدي اطلب منك طلب في الشباك اللي على الشمال او الباب الصغير اللي على شمالي، ممكن تفتحيه كمان؟ ايوه. شوفي شو اللي تبع البوم. يلا اوكي، ممكن نعزمك تفتح اللون هذول. معك جوليان. بونسوار جوليان، كيفك؟ وينو شارميل وزويا؟ جوليان خبرني عنك، قالوا لي انك انت شاطر بالمدرسة وانك انت بتحب كل شيء بيتعلق بالاكيتاسيون وبالاحصنة، مزبوط؟ رح نحقق لك حلم. قرب على البوكس اليمين وافتح الباب. رح نربحك كمان 24 سيسيون، 24 مرة بتركب على الحصان بأحد النوادي ومع تونيو الحصان الكامل. مبروك مدام أليم. يعني احنا بنعرف انه اكيد اولادي كلهم يعني عيونك وحياتك، وبدنا نقول له سلامة قلبه لجاك اللي منعته ظروفه الصحية يكون معكم. جاك مطر، بدي منك تفتحي الباب الشمال. ما اكتفينا هيك، بدنا نبعث له هدية ثانية لجاك. افتحي باب اليمين إذا بتعملي معروف. مدام ألين جويو نويل من الـ ATCI ومن برنامج احكي جالس. بونجور بيير وماري صغير، تزوجتوا من 30 سنة، عندكم ثلاث أولاد، الياس الله يخلي لكم إياه، إليان وكلارا آخر العنقود. كيف عرفت بالموضوع هذا؟ بعرف كل شيء، جاي من عمشيك. بيير يعني حسب ما عرفت إنه أنت يوم شغل يمكن يوم تاني ما في شغل، وماري ست بيت. انتم مزوجين من 30 سنة، ومن 30 سنة لهلا مش عجبتك اوضة النوم اللي اشتريتوها؟ من غير شر جبتوا هالثلاث اولاد بهالاوضة. ميرسي، عملتنا رغدان كثير. بس بدي اعرف مين عم يحكي معك. اي تي ام مثل ما عم تسمع. قربي على الباب اليمين. You can take everything I have. You can break everything. Like I'm made of glass. هاي صورة أوضة النوم؟ حبيتيها؟ طيب بدي أطلب منك كمان ماري صغير وبيير، قربوا على الباب الشمال. طلع لكم قسيمة شرائية بقيمة $3,000 لحتى تشتروا أوضة نوم على ذوقكم.
مبروك. You can take everything I have. You can break. أنا بس بدي أقول لكم إنه إليان كان همها الوحيد إنه أوضة النوم. كانت عم تقول إنه أهلي أهم شيء أوضة النوم، وأوضة النوم بدنا نغيرها. أول شيء بدي أقول لكم كل عيد وأنتم بخير. شو بك؟ ليه مأثر هلا؟ هيدي أمنيتها لإلكن على العيد، والله يخلي لكم إياها أهم شيء. شو بتقولي لهم؟ شو؟ شو؟ ليه عم مدام مارسيل؟ مسيو وليد هون؟ نحن عرفنا انك بتشتغل سوبرفايزر باحد الشركات، ومارسيل مدامتك اشتغلت 9 سنين بشركه لبيع الادويه، بس اضطرت حتى تربي اولادكم الصغار اندريا وبير لانها تترك الشغل من بعد وفاه والدتها اللي كانت تنتبه للاولاد الصغار. صحيح. بونسوار اندريا. قد ايه عمرك؟ عيمينكن في باب صغير، بليز افتحوا الباب. أندريا مبروك، بوبي حلو كتير لأندريا خفاز. بونسوار بيرلا، قد ايه عمري؟ افتحي اعملي معروف الباب الشمال لحتى نشوف شو هديتك. هديتك ساعة حلوة كتير. مسيو وليد ومدام مارسيل، إذا بتعملوا معروف بترجعوا بتفتحوا الباب اليمين. سنة رابعة هندسة بالجامعة اللبنانية. كان عندك فحص، هلا بعدك جاي من الفحص. كيف عملت؟ عرفنا انه انت قاعد بعوكر وبتروح على الجامعة بجبال، ما معك سيارة؟ بتروح بالصبع وتعذب شوي. نحن هيك بس يعني حبينا نعطيك تشانس بهالعيد. في عندك باب على اليمين وباب على الشمال. اي باب بتنقي تفتحه؟ يمين. يلا منجرب الحظ. اوكي بفتح الباب. افتحوا. طلع لك سياره. مزبوط. على ريموت كنترول. سكرها برجع بندع. لا خلص، هيدي مبروك لك. اوكي ميرسي. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي. يا هلا مدام رندا. مدام رندا. نعم. لحظه قبل ما تفلي. نعم. جوليان. نعم. خلينا نجرب الباب الشمال شو فيه. اوكي.